السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا طلابي الأعزاء بخير وتكونوا بصحة جيدة، وأتمنى لكم أسبوعا وبداية موفقة فيه إن شاء الله. في الأسبوع السابق قمنا بمراجعة الوحدة التاسعة، واليوم إن شاء الله سنقوم بمراجعة الوحدة العاشرة سويا كلها من بدايتها إلى نهايتها إن شاء الله، وسنكمل المراجعة خلال الأسبوع هذا إن شاء الله. في البداية سنأخذ درس القراءة موقفان من حياة الصحابة، سنقرأه وأقوم بشرحه، ثم بعد ذلك كتبت لكم بعض الأسئلة وسنجيب عليها إن شاء الله. موقفان من حياة الصحابة. لحق عمر بن الخطاب أبا بكر رضي الله عنهما أيام خلافته يوما، فأدركه وقد دخل بيتا فقيرا، فمكث هناك مدة ثم خرج، فدخل عمر البيت فإذا امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار، فقال: يا أمت الله، من الرجل الذي خرج الآن؟ قالت: والله إني لا أعرفه. فقلت: فما يفعل؟ فقالت: يأتي إلينا فيكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء، ثم يذهب. فبكى عمر وقال: والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. هنا الموقف يقول أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد لحق أبي بكر الصديق، وكان في هذه الفترة أبو بكر خليفة على المسلمين. فدخل أبو بكر بيت فقير وقام بمساعدة المرأة العجوز فيه والصبية الصغار، فنظف البيت وطبخ لهم الأكل وقام بتنظيف القدور، أي وعاء الذي نقوم بالطبخ فيه، ويحضر لهم الماء. ثم يعود أبو بكر إلى بيته، فبكى عمر وقال: والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. في هذا الدرس نستفيد أنه يجب علينا أن نتحمل مسؤولية رعيتنا. أبو بكر الصديق كان في هذه الفترة خليفة المسلمين، والخليفة مسؤول عن رعيته، فالمسؤول عن رعيته يتحمل مسؤوليتهم ويهتم بهم ويقوم بمساعدتهم وتفقد أحوالهم ويساعدهم ويرى ماذا يريدون وماذا ينقص عليهم في الحياة، فهذا واجب الخليفة. فهذا ما كان يفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه مسؤولية كل راع عن رعيته. وأيضا نتعلم أنه يجب علينا مساعدة الآخرين حتى وإن كانت منزلتنا أو مستوانا عاليا، لا يجب علينا أن ننظر للآخرين نظرة ازدراء وغرور وتكبر. علينا مساعدة المحتاجين والفقراء ومساعدتهم والاطمئنان عليهم ما بين الفترة والأخرى. يجب علينا أن نتكافل معهم ونساعدهم ونقدم لهم ما يحتاجونه أيا كان، ليس فقط في المال، ولكن أيضا إذا كانوا يحتاجون مساعدة معنوية، يحتاجون مساعدة في التدريس، يحتاجون مساعدة في الذهاب إلى طبيب أو العلاج، أي شيء، أي مساعدة قد يحتاجها علينا أن نساعدهم ونقف بجانبهم. الآن سننتقل إلى الأسئلة وسنقوم بالإجابة عنها سويا. السؤال الأول: أين دخل عمر بن الخطاب بعد أن لحق أبو بكر ومن وجد؟ دخل إلى بيت به امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار. من وجد في البيت؟ امرأة عجوز عمياء وصغارها الأطفال. السؤال الثاني: هل كان البيت الذي دخله أبو بكر الصديق فقيرا؟ نعم، كان البيت فقيرا ومن به أيضا فقراء. السؤال الثالث: ماذا كان يفعل أبو بكر للمرأة؟ كان يكنس البيت ويطبخ للعشاء وينظف القدور ويجلب لهم الماء. السؤال الرابع: ماذا كان يقصد عمر بقوله: والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ كان يقصد عمر بن الخطاب
أنه من حرص الخليفة أبو بكر الصديق على رعيته وخوفه من الحساب الشديد من الله يوم القيامة وقيامه بالأعمال الخيرية بالخفاء أي سرا، رغم أنه خليفة المسلمين ومن المبشرين بالجنة، أي أنه لا يحتاج إلى فعل الأعمال الخيرية التي تأتي منها الحسنات، هو مبشر بالجنة ومعروف أنه سيدخل الجنة، ولكن رغم ذلك قام بفعل الخير، وأنه يخاف على المسلمين ويتحمل مسؤوليتهم، وبهذا يكون قدوة لمن بعده، أي أنه سيكون قدوة للخلفاء الذين سيأتون من بعده والمسلمين، وبذلك تزيد المسؤولية والخوف من الله، أي أنه عندما نرى الكبير أو الخليفة المسؤول عن الرعية يفعل هذه الأمور وهذه الأشياء الجيدة، بذلك نحن المسلمين يجب علينا أيضا أن نفعل مثله، فتزيد المسؤولية علينا. تمام. السؤال الذي بعده، هات ضد الكلمات التالية: فقيرا عكسها غنيا، خرج دخل، عمياء عكسها مبصرة، بكى ضحك، أتعبت عكسها أرحت، أي جعله مرتاحا. السؤال الثاني، اذكر معاني الكلمات التالية: لحق تعني تبع، أي لحقه تبعه، الخلافة تعني الحكم والسلطة، مكث تعني بقي، لا أعرفه تعني أجهله، قدر وهو الوعاء الذي نقوم بالطبخ فيه، يجلب يحضر، أتعبت تعني أرهقت. هذه هي معاني الكلمات في الفقرة السابقة، والآن سننتقل إلى الفقرة التي بعدها وهو الموقف الثاني. لما حضرت علي بن أبي طالب الوفاة أوصى ابنه الحسن فقال، أي أنه عندما كان على فراش الموت علي بن أبي طالب أتى ابنه الحسن وقام بوصيته وصية، فقال له: يا بني اجعل نفسك ميزانا ما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارضى من الناس ما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. وقال: يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يبعد عنك عندما تكون أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. في هذه الوصية يقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوصية ابنه، يقول له: عليك أن تجعل نفسك ميزانا، أي توازن وتعدل بينك وبين الآخرين فيما تحب وما لا تحب، وفيما تكره وما لا تكره، كما تكره الظلم لنفسك فعليك أن تكرهه لغيرك، وكما تحب أن يعاملوك الناس معاملة حسنة يجب عليك أن تعامل الناس معاملة حسنة، وما تراه قبيحا في نفسك في الآخرين عفوا تراه قبيحا في نفسك، وعليك أن ترضى بما ترضاه لغيرك، ما ترضاه لنفسك قم عليك أن ترضاه لغيرك، وأن لا تقول ما لا تعلم، أي لا تقوم بالإفتاء وأن تتحدث بما ليس لك به علم، حتى وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، أي لا تقول للناس ولا تنم عنهم ولا تستغيبهم مثلما لا تحب أن يقولوا عنك أشياء ليست جيدة. ووصفه أيضا بعدم مصادقة ومصاحبة الأحمق، الأحمق هو الفاسد أو الإنسان غير العاقل، فإنه ينفعك
أكثر عفوا فإنه يضرك أكثر مما ينفعك، وعليك ألا تصاحب البخيل فإنه يبعد عنك عندما تحتاجه فإنك لا تجده، وإياك وأن تصادق الكذابين فإنهم كالسراب. السراب هنا تعني الشيء الذي نراه في الحر الشديد وكأنه ماء، وهو ليس حقيقة، عكس الحقيقة، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. هذه الوصايا التي أوصى بها علي بن أبي طالب لابنه عند وفاته، وهي مهمة جدا في التعامل مع الناس في الحياة، وحتى تكون الحياة سعيدة وعادلة وهناك مساواة بين الناس جميعا. حسنا، ننتقل الآن إلى الأسئلة. ماذا يقصد علي ابن أبي طالب في قوله اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك؟ أي يجب عليك أن تكون عادلا ومساويا بينك وبين الناس فيما تحب وتكره وترضى وترفض، فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للآخرين. السؤال الثاني، أحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لها ما تكره لها، كيف يكون ذلك؟ عندما تحب نفسك لنفسك الخير فعليك أن تتمناه لغيرك أيضا، وما تكره أن يكون لك أو أن يحدث لك عليك ألا تتمناه لغيرك. فمثلا إذا أحببت أن تكون ناجحا في الحياة ومتفوقا فعليك أن تتمنى هذا الشيء أيضا لغيرك أو لزملائك، فلا تتمنى لهم الفشل، عليك أن تتمنى لهم الخير والنجاح. وإذا كرهت أن يظلمك أحد أو يعاملك معاملة سيئة فعليك أيضا أن تكره أن يحدث له ذلك، ومن جهة أخرى عليك ألا تمارسه عليهم. أي أنت لا تحب أن يقوم أحد بظلمك، بالتالي يجب عليك أن تكره هذا الشيء للآخرين، فإذا وقع ظلم على إنسان عليك أن تدافع عنه وترفع عنه الظلم، وكذلك ألا تقوم أنت بظلمهم مثلما لا تحب أن تظلم. السؤال الثالث، لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، اشرح العبارة. أي لا تفتي كما يحلو لك حتى وإن كنت تجهل الكثير، فعليك بالصمت، فربما تؤذي أحدا إن قلت أشياء لا تعلمها. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه العبارة مثل ما وصى به علي بن أبي طالب، فلا تقول أشياء وتنشر الشائعات وتقول أشياء لا تعلمها، فذلك ربما تصيب قوما بجهالة، أي تصيبهم بأذى من جهلك، فتصبح أنت على ما فعلت نادم، وبعد ذلك ستندم على ما قلت لأنك قلت أشياء أنت لا تعلمها وكاذبة. تمام. السؤال الرابع، لماذا أوصى علي ابن أبي طالب ألا نصادق الأحمق والبخيل والكذاب؟ الأحمق لأنه قد يؤذيك، فالأحمق لا يعرف ما يفعل، أما البخيل فإنه يتخلى عنك عندما تحتاجه ولن يساعدك، والكاذب فمصادقته كالسراب يبعد عنك ما هو قريب منك والعكس. تمام. حاكي النمط التالي، إياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. هذه عبارة في الدرس، علينا أن نحاكي النمط، نحاكي النمط أي أن نكتب جملة تشبهها في السياق. فكتبت إياك وترك الصلاة فإنها سبب قربك من الله وسبب نجاحك في الحياة. تمام. السؤال الذي بعده، اذكر معاني الكلمات التالية، ترضاه معناها تقبله، مصادقة مصاحبة، الأحمق يقصد بها قليل العقل أو الفاسد، ينفعك يفيدك، أحوج معناها تحتاج، السراب ما يرى في الحر الشديد وسط النهار كأنه ماء. السؤال الذي بعده، هات ضد الكلمات التالية، عكس تحب تكره، عكس تعلم
تجهل، الأحمق العاقل، البخيل الكريم، الكذاب الصادق، البعيد القريب. هذه هي جميع معاني الكلمات في الدرس والكلمات المضادة لها أيضا. حسنا، في الوحدة أيضا درس إن وأخواتها كنت قد راجعتها معكم في الوحدة السابقة، وسنقوم بمراجعتها بشكل سريع إن شاء الله. قلنا أن إن وأخواتها هي إن، أن، لكن، كأن، وليت، ولعل. وقلنا أن كل حرف من هذه الحروف لها معنى. إن وأن تفيد التوكيد، لكن تفيد الاستدراك، كأن تفيد التشبيه، ليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي. طيب، ماذا تفعل إن وأخواتها عندما تدخل على الجملة الإسمية؟ قلنا أن إن وأخواتها هي حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. تمام، أي أن هذه الحروف عندما تدخل على الجملة الإسمية فإنها تغيرها. ما التغيير الذي يحدث؟ تنصب المبتدأ ويصبح اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب، أدخل إن وأحد أخواتها على الجمل التالية وغير ما يلزم، أي عليك أن تنتبه إلى الحركة الإعرابية وتقوم بتغييرها. القمر مصباح. القمر هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومصباح خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما الذي يحدث عندما تدخل أحد أخوات إن على هذه الجملة؟ نقول كأن القمر مصباح، نصبت المبتدأ ويسمى اسمها، ورفعت الخبر ويسمى خبرها. فالقمر يصبح اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومصباح خبر كأن منصوب، عفوا، خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجمل صبور. هنا الجمل صبور جملة اسمية تكون من مبتدأ وخبر، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. عندما تدخل أحد أخوات إن عليها تصبح إن الجمل صبور، أي الجمل أصبحت منصوبة وتسمى اسم إن، وصبور هي خبر إن مرفوع بالضمة. الامتحان قريب. امتحان مبتدأ مرفوع بالضمة، وقريب خبر مبتدأ مرفوع بالضمة. عندما تدخل عليها أحد أخوات إن تصبح علمت أن الامتحان قريب. الامتحان اسم إن منصوب بالفتحة، تغيرت، هنا كانت مرفوعة هنا أصبحت منصوبة لأن أن دخلت عليها، وقريب تبقى كما هي ولكن تسمى خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة. القضاء نزيه، العدل بطيء، تصبح القضاء نزيه ولكن العدل بطيء. نرى هنا العدل تغيرت الحركة الإعرابية فأصبحت منصوبة وتسمى اسم لكن، وبطيء تبقى كما هي مرفوعة ولكن تسمى خبر لكن مرفوع بالضمة. النصر قريب. النصر هنا أيضا جملة اسمية، النصر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقريب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عندما تدخل عليها لعل وهي أحد أخوات إن تصبح الجملة لعل النصر قريب. النصر هنا اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقريب خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. حسنا، هنا في الإملاء والكتابة عندكم في الوحدة دخول حرف اللام على الاسم المعرف بأل، أي ماذا يحدث عندما تدخل اللام حرف الجر اللام على الكلمات التي فيها التعريف؟ إذا دخلت لام الجر على اسم معرف بأل حذفت ألف ألف للتعريف، مثل للمدرس أصلها المدرس وحذفنا الألف التي بأل التعريف. سنرى في التمرين الآن، أدخل حرف الجر اللام على الأسماء المعرفة بأل التعريف. الأحياء
تصبح للأحياء، فإننا نقوم بحذف الألف التي في التعريف هنا ونضيف حرف الجر اللام. الجيران للجيران، أيضا حذفنا الألف، هذه الألف التي في التعريف التي في البداية. الرواية للرواية، الكتاب للكتاب، الدرس للدرس، الشاي للشاي، الصف للصف. حسنا، تحذف ألف للتعريف عندما نضيف إليها لام الجر، حتى وإن كان للتعريف فيها لام شمسية أو لام قمرية. هنا لام قمرية مثل الأحياء، فإننا قد لفظنا للتعريف. الشاي هنا لام شمسية، فتحذف أيضا الألف سواء كانت لام قمرية أو لام شمسية. الذي بعده، قصيدة ولد الهدى، قمنا بدراستها سابقا وقلنا أن كاتب هذه القصيدة هو الشاعر أحمد شوقي، ويسمى بأمير الشعراء. كتب قصيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالأخص عند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقمنا بشرحها. سنقوم بمراجعة الشرح إن شاء الله، وهكذا ننتهي. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. في هذا البيت يشير الشاعر أحمد شوقي إلى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتشر الضوء في كل الكائنات، وكان الزمان سعيدا باستقبال هذا الميلاد والتاريخ الذي حفر بذاكرة الزمن، أي أنه الزمان أصبح، أو الكون والكائنات والأرض كلها أصبحت سعيدة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بك بشر الله السماء، فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. يقول الشاعر هنا أن الملائكة جميعهم وجبريل كانوا يبشرون الدنيا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويحفون العالم به، والمقصود هو احتفاء كل الدنيا والمخلوقات بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض والعالم كله والمخلوقات أصبحت سعيدة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفلون بقدومه. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. هنا يصف الشاعر سعادة الزمان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. يمتدح هنا الشاعر الخلق العظيم الذي يتحل الخلق عفوا العظيم الذي يتحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكرام يحبون صفاته حبا شديدا. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره الله في القرآن الكريم وقال عنه إنك لعلى خلق عظيم، أي أن به أخلاق عظيمة وكريمة الله عليه وسلم. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواع. هنا يصف الشاعر كرم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد بكرمه، وأنه خير الخلق بأفعاله وصفاته الحميدة. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كالأب والأم في الرحمة، وقلنا أنه لا يوجد أحد رحيم بأبنائه كالأم، ولكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أرحم عليك من أمك وأبيك. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء. يقولون الشاعر في هذا البيت أن المعجزة خالدة التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تغنيه عن كافة المعجزات، وقلنا أن المعجزة الخالدة هنا معناها القرآن الكريم. الذكر آية ربك، أي يقصد بها القرآن الكريم. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. حيث أشار الشاعر بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن السماء والأرض والمخلوقات جميعها احتفت بمولده صلى الله عليه وسلم.
هذا هو درسنا اليوم طلابنا الأعزاء، قمنا بمراجعة الوحدة العاشرة كلها والتي ستدخل إن شاء الله في الامتحان النصفي. أتمنى أن تكونوا قد استرجعتم جميع الدروس وفهمتم كل شرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.